طبعا دعونا نتكلم قليلا عن هذا الشهيد الذي فارق الدنيا، فهنيئا له بهذه الشهادة، الشهيد علي نعمة، الشهيد الذي خرج في تلك الليلة الذي قتل فيها بدم بارد، خرج ليطالب بحق هذا الشعب المظلوم، خرج ليطالب نصرة الحق على الباطل. ولما خرج تعرض إلى القتل المباشر بالشوزن. نعم، وأهالي قرية صدد وجميع هذا الشعب هبوا إلى قرية صدد ليشيعوا هذا الشاب الذي فارق الدنيا بعزة وكرامة وبفخر. نعم، هذا الشهيد الذي الكل رأى في جسمه من هذا الشوزن الذي محرم دوليا حقيقة، ولكن لا نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الشهيد الذي فقده والده ووالدته وعمته وعمومه، وبالكل هذا الشعب الذي فقده طفولة بريئة، وهذا الشاب الطفل البريء وهو علي نعمة الذي أن يراه أباه وأمه في زفافه تلك الليلة الذي ينتظرونها بفرغ انتظار، ولكن هذا السلطة الذي توجهت له بالطلقات المباشر الشوزن المحرم دوليا. ولكن أقول له يا أبو الشهيد علي نعمة ويا أم الشهيد، هنيئا لكم برفعة هذه المكانة، وهو السبب الشهيد علي نعمة، هو الذي رفع رؤوسكم ورفع عمومه وعماته وبل هذا الشعب المناضل، شعب البحرين بأكمله، وبالخصوص هذا الشعب الوفي حقيقة، شعب صدد الذي لا ينسون هذا الشهيد، هذا الطفل منذ استشهاده إلى الآن، وهم ينتمون إليه بإخلاص ووفاء. نعم، وأنا نيابة عن أبو الشهيد ونيابة عن أباء الشهداء بل والشعب البحريني، أقول لهم يا أهالي صدد لكم كل الشكر والتحية على هذا الإنجاز الذي ينجح حقيقة في أي إنجاز لهذا الشهيد علي نعمة الذي قتل ظلما وجورا، ولكن نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، فهنيئا له الشهادة وهنيئا له هذه المرتبة الذي حصل عليها ما بين هؤلاء الأشخاص الذي انطلقوا في تلك الليلة الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ما بين هؤلاء الأشخاص، فهنيئا له هذه الشهادة، وهنيئا لأبو الشهيد علي نعمة، وهنيئا لأم الشهيد أم علي نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد.